السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع قناة يوتاسية أبسط الوصفات. اليوم غنحضر واحد الكيك الكاكاو. بسم الله على بركة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. غنبداو المقادير. بسم الله، عندنا 4 البيضات، كأس العنبة، نحركو البيضات ديالنا بالسكر. كاس ديال القهوة السائلة، جوج ساشيات سكر فاني، هنايا جوج كيسان د العنبة الدقيق، جوج ساشيات ديال الكاكاو، معلقه الخل صغيره، شويه د القرفه، معلقه صغيره د القرفه، وقبص الملح. نضيفو كاس العنبه الثالث، جوج خميرات، كيصبح الخليط ديالنا على هذا الشكل.